بعد هذا الشوط سوف ننطلق الى اشواط الانتاج والمنتجين. نتابع هنا الانطلاقات، نتابع التحديات، نسير مع الصدارة مع المقدمة والمركز الاول وصدارة هذا الشوط. هنا مع ابو عبد الله المنطلق بهذه التحديات، مشعل هنا محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. المركز الثاني، المركز الثاني ياتينا مصيح سعيد بن يمعة بن خادم الرميسي منطلقا هنا على المركز بهذه اللحظات. الاول المركز الثالث، المركز الثالث وياتينا هنا وافي راشد بن مطر بن محمد بن ضبيعة الاقتبي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع حشيم عزير بن محمد بن عزير الحميري منطلقا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس وصل متعب على المركز الخامس في هذه اللحظات بهذه الانطلاقات، سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي منطلقا بالتحدي الجميل. وصل هنا الطاير لمحمد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري والشبابي، الشبابي المنطلق على سابع المراكز. حمودة بن محمد بن علي بن حمودة اللي اقتبي منطلقا سابعا المركز الثامن، المركز الثامن. وشعارك يا بن خفية هنا بشار محمد بن عتيق بن علي بن خفية اللي اقتبي من ينطلق على المركز الثامن، بينما المركز التاسع، المركز التاسع شاهين عبد الله بن سالم بن مصبح لقتبي، وعلى المركز العاشر، المركز العاشر وناخذ المركز العاشر والمجموعة الأخرى القادمة في هذه التحديات الجميلة والإثارة المتميزة. القادم هنا فريد لسعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، وفي أسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا قادمة بالتحديات، قادمة بالإثارة المتميزة. نعود إلى صدارة، نعود إلى مصيح، إلى مصيح على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا مصيح سعيد بن يمعة بن خادم الرميثي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك مشعل على المركز الثاني، مشعل هنا لمحمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي من ينطلق هنا بهذه التحديات الجميلة والإثارة المتميزة. هنا المركز الثالث، المركز الثالث وافي راشد بن مطر بن محمد بن ضبيعة اللي اكتبي. والمركز الرابع، المركز الرابع حشيم عزير بن محمد بن عزير الحميري. والمركز الخامس الطاير لمحمد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري مع الطاير المنطلق على المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس بشار لمحمد بن عتيق بن علي بن قضية لقتبي. والمركز السابع، المركز السابع الشبابي حمودة بن محمد بن علي بن حمودة لقتبي. والقادم متعب، متعب هنا المتواجد في هذه الانطلاقة لسالم بن راشد بن رقراقي المزروع هنا. ركز يا ابو سنيدة، هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة، الوصول هناك من في هذه اللحظات هيتام لسعيد بن حليس العويسي، وهنا ارى قدوم ايضا اخر متعب منصور بن خميس بن عجمي بن منيهر القادم في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود الى الصدارة،
الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وعبد الله مركز على الصدارة، مركز على المقدمة على المركز الأول. هنا مشعل 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 المشتعل على الصدارة على المقدمة، مشعل هنا بهذا الانطلاق. محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي هو المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني هنا يأتي الطائر لمحمد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري وحشيم القادم. الله 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 الله، ولكن الله القادم القادم متعب 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 متعب. منصور بن خميس بن العجمي بن منيقر العجمي قادم في هذه اللحظات على المركز. الله يتسلل 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 الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الاول، ينطلق بالفوز ينطلق بالناموس. هو متعب تشاهدون على الصدارة، هو على المقدمة على المركز الاول يسيطر على زمام الامور. هنا بهذه الانطلاقة الجميلة والتحديات هو الاثارة. اذا متعب على الفوز، متعب على ناموس، متعب بالتحدي. هنا بهذا الاداء المميز الجميل متعب لمنصور بن خميس بن عجمي بن منخر العجمي على الصدارة على المقدمة على المركز الاول. تهانينا وناموس على فوز متعب بالمركز الاول ولحظة وصوله الى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن ناموس. تهانينا شكرا يا المتابع على بهذا الاداء الجميل. المركز الثاني حشيم عزير بن محمد بن عزير الحميري، هناك ضيف السيف بن ياسر السيف العرياني من اتانا على المركز الثالث. والمركز الرابع هناك مشعل محمد بن عبد الله بن احمد بن زعل الفلاسي، هو وصوله ايضا من شعار بن منانه من انطلق بالتحديات والاثاره المتميزه. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود هو متعب 8 دقائق ثانيتين 3 من الاجزاء من الثانية توقيته الزمني. تهانينا على فوز متعب المنصور بن خميس بن عجمي بن منيخر على هذا الاداء المميز الجميل. شكرا ايضا من تابع الى خط النهاية بالفوز والناموس المتميز الجميل. بينما المركز الثاني كانت الانطلاقات والتحديات، المركز الثاني هنا والوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام من حشيم، هنا القاطع المسافة في 8 دقائق 17 ثانية 3 من الأجزاء أو 8 دقائق 7 ثواني 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس هنا لعزير بن محمد بن عزير الحميري، وهناك ضيف من أتى على المركز الثالث 8 دقائق 7 ثواني 5 من الأجزاء من الثانية سيف بن ياسر بن سيف العرياني. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبيب الكريم، مشاهدينا متابعين الكرام، أشواطنا مستمرة شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم في هذه التحديات المثيرة والانطلاقات المتميزة. انطلاقة سليمة ورائعة مشاهدينا.